مرحبا، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون اليوم الأحد 16 تموز يوليو، يوم القمر؟ مرافقنا من برج السرطان كل النهار، هو بارح السبت المساء وصل القمر لبرج السرطان، كمل معنا كل هذا اليوم ورايح كمان ليوم الاثنين. اليوم نهار مفروض يكون جيد جدا لمواليد الأبراج المائية، مواليد برج السرطان، مواليد برج العقرب، وطبعا مواليد برج الحوت. بالدرجة الثانية مواليد برج الثور ومواليد برج العذراء. خلونا نبدأ مع برج الحمل. مواليد برج الحمل تأثير هالقمر من برج السرطان ضاغط شوي، بيسبب بعض التساؤلات، يمكن حدا عنده علامة استفهام تجاه بعض الأمور من قبلك أو اتجاهك. نفس الشيء أنت أيضا، في بعض القصص يلي بحاجة إلى شوية دوزون فاين تيونينج وبيمشي الحال. المهم بعده عن الانفعالات كليا. بالنسبة لبرج الثور يوم جيد، نشيط جدا، في كثير من الحركة، في سرعة، في تسارع في سير الأمور، وهذه مسألة طبيعية عادية لما القمر بيكون ببرج السرطان، مع احتمال أن يكون في عجقة حكي، ضغط، ركض، روحوا تعوا جيبوا حطوا، أوقات في شغلتين بنفس الوقت، لكن اليوم أنت أدى ودود. بالنسبة لبرج الجوزاء، بيناسبكم وجود القمر والشمس ناناتهم ببرج السرطان، التأثيرات إيجابية، لا يوجد سلبيات، بالعكس هنالك بعض القصص يلي انتم بتفرحوا فيها، انتم بتنبسطوا فيها، في تأثيرات حلوة بتقويكم، في تأثيرات إيجابية بتعطيكم، في احتمال انه يكون في، مع انه يوم أحد لكن في كتير ناس عم تشتغل، أو حتى يلي بإجازة، يلي بينزل على السوق، يلي بيروح على المول أو بفاكيشن، انتبهوا من بعض المسائل المالية، خاصة لما بيكون في مسألة مكلفة. اوكي، ففتحوا عينيكم منيح. بالنسبة لبرج السرطان، وجود القمر والشمس طبعا ببرجكم، هذه مسألة كتير مهمة، وكأنه عم بتحضر لشيء جديد، وبتكتمل هيدي القصة يوم الاثنين مع التقاء الاقتران، خلينا نقول، القمر والشمس ببرجكم. حضروا حالكم مواليد برج السرطان، في قصص بتتم، في قصص بتزبط، في قصص بتروح، في قصص بتجي، يعني في مثل حلقة عم بتسكر، عم بتبكل، في أمور خلصت بطل إلا محل، وفي قصص كمان عم تدخل على حياتكم، شيء جديد بانتظاركم، المفروض يكون إشياء أفضل، دايما الحياة مفروض تكون للأفضل، فكروا منيح، شوفوا شو هو يلي بدكم دخلوا بحياتكم، هي إشارة كتير مهمة لمواليد برج السرطان. بنروح لبرج الأسد، هي فترة فراغ، فترة هدوء، فترة ركود، المطلوب منكم الانتظار، التريث والابتعاد عن المشاكل. مواليد برج الأسد احتمال يكون في تأخير، بعض التأخير بعدة قصص، فكونوا جدا حذرين، ما تكونوا لجوجين، انطروا ليوصل الأمر لبرجكم. هالقصة يمكن تروح ليوم الثلاثة، فمن هلأ لوقتها كونوا مفتحين عينيكم منيح وما تجاسفوا، انتبهوا عغراتكم، معقول يصير في خيبة أمل. منروح لبرج العذراء، نهار كتير حلو، تأثيرات القمر والشمس من برج العذراء هي تأثيرات صديقة مدعمة مقوية، بتعطي مواليد برج العذراء قوة مهمة وحلوة. حاولوا مواليد برج العذراء انكم تناقشوا الامور برواء وبهدوء، ودايما اتكلوا على بعض الاشخاص يلي رح يقدروا يساعدوكم، منكم لحالكم. اجواء جيدة اليوم مع مواليد برج العذراء، يمكن يكون في صداقة جديدة، يمكن في اصدقاء رايحين، في اصدقاء جدد بياخذوا مطرحهم. كونوا جدا حذرين، كوكب المريخ ببرجكم، كونوا جدا حذرين 26 27 اب أغسطس. بنكمل مع برج الميزان، يوم متعب شوي لمواليد برج الميزان، التأثيرات شوي مهمة ضاغطة، هنالك هالقمر والشمس الموجودين ببرج السرطان بالبيت العاشر، وكأنه بيرخوا شوي التقل، هالتقل هو المسؤولية وأهمية الأمور، نوعية الوقت كتير مهمة، بعض الانفعالات معقول تكون موجودة، فكونوا حذرين وكونوا منتبهين، لكن الجو أنا بعتبره للأشخاص اللي ناطرين فرصة ثمينة فيها تكون هاي هي. لكن يلي مستهتر ومستخف بأهمية شغله وعمله ووقته يمكن يسبب لحاله مشاكل. بنروح لبرج العقرب، يوم جيد جدا لمواليد برج العقرب، القمر والشمس من زاوية وزحل ونبتون من زاوية أخرى، ببكلوا معك أو عندك مثلثين فلكيين ولا أجمل من هيك. اليوم مواليد برج العقرب
يمكن تكمل عندكم فرحة، يمكن تكمل عندكم قصة جيدة جدا، يمكن حتى تفرحوا بتغيير انتم ناطرينه او مش ناطرينه. الاجواء جيدة واعدة، وبعتبر اليوم مواليد برج العقرب من اقوى الابراج واكثرها حظا. بنروح لبرج القوس. هالقمر والشمس الموجودين ببرج السرطان في البيت الثامن يمكن يحملوا لكم قصة لتحليل امور، لتقريب وجهات النظر، يمكن مسائل تقنية ادارية ورقية، معاملات، شيء من هذا القبيل. فكونوا منتبهين، حاولوا انكم تتعاملوا مع الامور بكل هدوء ورواق. الجو ايجابي ليس سلبيا، تذكروا مواليد برج القوس حاليا لا يوجد اي شيء سلبي حولكم. في بعض مواليد برج القوس يمكن يمضوا ورقه او عقد او يشتروا شيء تنقول ويدفعوا شيء ويكون كفاله، او يمكن تربحوا شيء وتمتلكوا شيء جديد. لا يوجد شيء سلبي، برجع بكرر. بنروح لبرج الشادي. مواليد برج الشادي هذا يوم كثير مهم لانه القمر والشمس موجودين مقابلك، هذا معناتها في بعض الضغوط، في بعض القيود، وفي بعض الشروط لحتى مولود برج الشادي يقدر يتعاون مع الشخص الاخر، مع الطرف الاخر بهدوء اكثر. كونوا حذرين بعدوا عن المشاكل، مش وقت تعملوا مشاكل لانه الجو فيكون انفعالي، فتابعوا الامور بهدوء وبرواق واعملوا حساباتكم انه في خط رجعه، يعني مش انه تعملوا مشكل وتكسروا الجرة مثل ما نحن نقول بلبنان انه تنتهي العلاقة، بالعكس خلوا مجال للرجوع. وبعد مواليد برج الجدي بسبب اقتران القمر والشمس يمكن في علاقة جديدة، زواج او ارتباط. بنروح لبرج الدلو. مواليد برج الدلو نهار في شغل، في تعب، في ركض، في بعض القصص اللي بتشتغلوا عليها لحالكم او مع اشخاص من حولكم. احتمال انكم تفرحوا، احتمال انه تشتغلوا بعدة امور بالوقت نفسه، بتتكدس الامور فوق بعضها. هو يوم احد، بعض الاشخاص عندهم شغل، بعض الاشخاص ما عندهم شغل. اعملوا حساباتكم انه مش قاعدين وما عم تعملوا شيء، رح تهتموا بكثير من الامور، رح تشتغلوا، رح تتعبوا، ويمكن يكون في وقت عم يمرق بسرعة. فلذلك حضروا أشغالكم وخطة ب بديلة. بنروح لبرج الحوت. مواليد برج الحوت يوم أكثر من رائع، يوم ممتاز، دعم لكم، كل الأمور مفروض تكون جيدة جدا، أجواء حلوة بتعطي مواليد برج الحوت حقها، ترتاحوا، بتفرحوا، وهنالك ارتياح، وهنالك نوع من طاقات كتير حلوة بتفرحكم، بتعطيكم فرحة كتير كبيرة، وبعتبر مواليد برج الحوت من الأبراج الأكثر حظا اليوم. حتى المواليد الواقعة تحت تأثيرات زحل ونبتون في احتمال انه تكون عندها فرحة اليوم. بختم مع مولود 16 تموز، بانتظاره سنة كتير مهمة لأنه القمر والشمس اتنيناتهم بنفس النقطة عندكم، وكأنه سنة مختلفة كليا عن كل السنين اللي مرقت. هيدي سنة هي بمثابة نوع من ولادة جديدة، من تغييرات جديدة كتير كبيرة بتدخل على حياتكم خلال هذه السنة، مش بالضروري بهيدا اليوم، لكن خلال هذه السنة في تغييرات كتير كبيرة بانتظاركم، فعسى أنه تشتغلوا على أساس أسس قوية ومتينة. بتمنى للجميع يوم سعيد، إلى اللقاء، باي باي.